ايه ده حلم بكري؟ هنا يا فندم، بصيني هنا يا فندم، ما بصيني يصحش هنا. حلم بكري ثواني يتكفن ثواني. ويتغسل في مستشفى عام او في مكان خارج بيته، عيب، ما يصحش. ولا ما حدش عايز ياخده البيت يكفنه عشان بيقولوا انه ما يصحش، ما يصحش حلم بكري يخرج من المستشفى. شكرا وجينا كده ليك. اجد قد كده ما على فيش تصريحاتي لا لا انا الاخيره. ما عنديش، طيب كلمينا بس يا فندم بعد ما اذنك قد عنديش كده على بقى. تصريحاتي الاخيره. يعني بصي حضرتك هنا في اتهامات كتير على هشام، السوشيال ميديا هشام يقول اللي يقوله اساسا. عنك وكده، يعني روح هشام على يقول يا اللي فندم. يقوله. انا عايزه هشام بس كلمتك انت قدام الناس هي شهاده حق ليك انت قدام ربنا. انا اللي يقول كلمه غلط عليا يستاهل، بس ما عنديش حاجه تانيه. من فضلكم بس عايزه اقوم اروح النيابه. طيب يعني كمان عايزه نطمن على استاذ حلمي يعني لانه لسه يعني على احكي لنا عن اللحظات الاخيره، يعني على وش الارض بس على لسه على اللحظات الاخيره. قولي لنا كده يعني انت قابلتي الهجوم ده ازاي؟ هو كان في هجوم شرس يعني خلال الفتره الماضيه؟ ولا واجهتي ده ازاي؟ ولا اي حاجه غير ان انا كل اللي بفكر فيه استاذ حلمي يروح لمثواه الاخير في امان وسلام. اللحظات الاخيره بس بينكم، يعني احكي لنا. ثواني يا خلود، هل ينفع يقعد 3 ايام؟ أنا ربنا عارف. ربنا في آية في القرآن، ثواني يا جماعة بس بعد إذنكم، في آية في القرآن بتقول إن واحد يقعد 3 أيام ما يدفنش؟ كلنا طبعا نعرف. تفتكري مين المتسبب في ده؟ هم كانوا فين بقى؟ مين المتسبب؟ هم كانوا فين؟ اللي بيتكلموا دول دلوقتي هم كانوا فين أصلا؟ كانوا فين؟ كانوا فين؟ في بيوتهم. أنا ما شفتهمش قبل كده. ما هو أستاذ حلمي بنفسه قال كده، بس يعني أنا كنت قريب من أستاذ حلمي، ما شفتهمش قبل كده خالص. بعدين هنطلع. أنا بقول لك على منصة وأنا أتحاسب على الكلام ده. أستاذ سامح بعد إذن حضرتك. شفتهمش. لا ما اعرفش غير ايهاب. استاذ سامح كان في تصريح، مش حد ولا اخواته حتى، كان في تصريح اخير من حضرتك ردا على نجل مستر حلمي بكر بتقولي ان هو ما كانش حابب يشوفه. بقول لك ان احنا لا لا الأخيرة. مش ما كانش حابب يشوفه. امال ايه بالظبط؟ كان عنده مشكله وقال انه كان عامل حادثه وكان عنده مشاكل اسريه، فما كانش صح ان هو يعني مضغوط اكيد يعني. ربنا اللحظات الاخيره بقى، اللحظات الاخيره ما بينكم احكي لنا. مين؟ لا لا بعدين هحكي لك لحظات اولانيه واخيره، وكل عندنا حاجه باثباتات ودلائل، لان استاذ كان لو قلت لي مين اللي قال، ثواني يا صاحبي بعد اذنك، لو قلت لي مين اللي قال ان استاذ حلمي استغيث بيا عشان انا متعرض ل انت كنت متواجده في النيابه في الصباح ده؟ لا انا مش متواجده محجوز، انا متواجده عشان استلم جثمان الاستاذ حلمي. بس عشان هم قالوا ان انت كنت في النيابه الصبح عشان متخانقه. انا في النيابه من الصبح عشان متخانقه للساعه 6 مساء علشان نطمن على جثمان الاستاذ حلمي عشان وصيته الاخيره ما تسيبنيش لحد. اتكلمينا عن الوصيه الاخيره. هي الوصيه عباره عن ايه؟ معلش طيب لا ما تسيبنيش لحد. وهام تاخدي بالك منها يعني. مهام ده انا عارف ان هو روحه فيها على فكره، كان قاعد معايا شخصيا والله العظيم وهو بيحبها جدا. دخلت تقول له اصحى يا بابا عشان نمشي. طيب كلميني كده عن لحظات اخيره في حياتك. مش عايزين نوسع عليها تاني اكتر من كده يا جماعه. مشاهدي موقع منصه بوكبين ميديا، كنا بكلمتين بس خدناهم من زوجه حلم بكر حصريا، ولمشاهدي موقع ومنصه ابو كبير ميديا. وزي ما انتم شايفين تاريخ صنعه حلم بكر، تاريخ يا جماعه، تاريخ صنعه. تخيلوا 3 ايام ولسه ما اتدفنش. تخيلوا هذا الرجل اللي اتكرم من الكل 3 ايام متبهدل. لكم الحكم مشاهدينا، بشكركم مشاهدينا، وكان معكم وجي موقع منصه ابو كبير ميديا من منزل حلم بكر. منزل حلم بكر يا جماعه زي ما انتم شايفين تاريخ يا جماعه، صنع تاريخ، راجل عمل تاريخ زي ما انتم شايفين. وردة جزائرية صباح، يعني شايفين طبعا احنا مش عايزين نضغط على زوجة حلم بكر طبعا، لان ظروفها الصحية وانتم زي ما انتم شايفين منهارة جدا بسبب الهجوم الكتير اللي عليها، هجوم كتير على زوجة حلم بكر. زي ما انتم مشاهدينا ما زلنا معكم، يعني زي ما انتم شايفين الرئيس مبارك بيكرم مين؟ بيكرم حلم بكر. تاريخ، قيمة، وقامة. توفى عن عمر 85 عام، كان وسط المشاهير، هو الأستاذ بتاعهم. مش هنضغط زوجة حلم بكر أكتر من كده. وبشكركم مشاهدينا، وكان معكم صانع ترندات مصر.